يعني الاسماء مش دارجه قوي بالنسبه لنا. طبعا نقص هرمون الغده الدرقيه احنا شويه عارفينه بشكل عام. لا، الفينايلكتونوريا ده مرض وراثي من امراض التمثيل الغذائي. ده بيحصل زي ما الدكتوراه تفضلت وقالت ان الانزيم المسؤول عن تكسير الفينايل انالين بيبقى ميست مش موجود. يبتدي الفينايل انالين يتراكم في الجسم، يبتدي يعمل تأثيرات سلبية بتأثر على خلايا المخ، بتعمل إعاقة ذهنية وبعض الإعاقات الحركية. وطبعا كان مبادرة المسح للمواليد دي كانت حاجة مفيدة جدا، لأن ده لو اتعرف في أول 7 أيام بنتجنب الآثار السلبية دي تماما. ممكن الشفاء بقى في الحالة دي، أو على الأقل التعامل بشكل إيجابي مع المرض لو تم اكتشافه. لو تم اكتشافه في الأول بيحصل يعني حاجة اسمها انزيم ريبليسمنت، أو إن احنا بنمد الطفل بالإنزيم ده بشكل يحافظ عليه. وطبعا بنحافظ عليه بقى، مش ضروري بقى يقعد ياكل بروتينز وبتاع، بتعمل لهم وجبات مخصوص بشكل معين بتحافظ عليهم، بتخليه طبيعي تماما. ودي ميزة الكشف المبكر. دي ميزة العكس بقى المبكر. الام لو ما تعرفش تأكل ابنها وتحاول تأكله بروتين. لا طبعا انت عارفة مش متخيلة انه ده بيضر بتاعتنا ان البروتين ده حاجة مهمة. لا، والامهات المصريات عندهم طريقة عموما في تأكيل الاطفال يعني. فطبعا مبادرات الكشف المبكر دي حاجة مهمة، انا هتكلم عليها بعدين. في حاجة مهمة جدا يعني، وهنطالب بحاجات تانية بتوسعها يمكن. هنطالب ان مبادرات الكشف المبكر دي حاجة مهمة جدا، ان احنا لو كشفنا على عدد اكبر من الامراض الوراثية قدرنا نعرف ايه الامراض المنتشرة في مجتمعنا. يعني عملنا دي نقطة مهمة كنت عايز اسال حضرتك. الخريطة دي مهمة. هل المرضين اللي اتكلمنا عنهم دول منتشرين بنسب كبيرة؟ بنسب معقولة يعني. بس في يعني بعد مبادرة الكشف ابتدى الامر يتحسن الكلام ده. الفكرة ان احنا لو عملنا خريطة للامراض الوراثية المنتشرة في المجتمع، دي هتبقى خطوة اولى هيعقبها خطوة ان احنا هنحاول نعمل فحص شامل للمقبلين على الزواج. ده اعتقد احنا شغالين فيه دلوقتي، او في مبادره رئاسيه برضه. صح، مش كل الناس عندها الوعي والثقافه والاستجابه، بس هو امر مطروح. هنناشد المشرع مجلس النواب بشكل اجباري تقصد؟ اي حد يتجوز لازم يعمل الفحص. هنعمل فورمه لفحص للازواج، يعملوا تحليل كروموزومات، يعملوا تحليل هول اكزوم او التسلسل الاكزومي الكامل لو الناس دي ما عندهاش تاريخ مرضي في العيله. لو عندهم تاريخ مرضي في العيله هتبقى القصه اسهل، ان احنا هنجيب الشخص المريض ده نعمل له فول اكزامينيشن، نعمل له كل التحاليل، نعرف مشكلته فين، هي جينيه، هي كروموزوميه، هي ونوجه الكابل دول ان هم يعملوا نفس التحاليل لو كانت موجودة فيهم، وبعد كده نعمل لهم استشارة او نصح وراثي. الاستشارة والنصح الوراثي ده مش عشان اقول لهم انتوا خلاص ما تتجوزوش او ما تخلفوش، لانه مش هيعملوا الفحص في الحالة دي. لا خالص. عشان نوجههم للطريق الصحيح، في طرق تخليه يخلف طفل سليم من غير ما يعني في كذا طريقة بتوصلنا في الآخر إن إحنا نولد الطفل سليم، لا يبقى عالة على أهله ولا عالة على المجتمع. حتى لو في عندهم الاستعداد نقدر إحنا نتعامل مع ده بشكل طبي. لا، في طرق طبية تخلينا نقدر نعمل كده. يعني في أكتر من طريقة. الطريقة الأولانية إن إحنا الناس دي اتجوزوا وحصل حمل بشكل تلقائي، فبنعمل كشف وراثي أثناء الحمل. بناخد عينه من السائل الامنيوس اللي حوالين الجنين ونحللها، نشوف اذا كان فيها عيب جيني او فيها خلل في الكروموزومات. هي دي طريقه من الطرق. بس انا شخصيا ما بفضلهاش، لان ليها عيوب، ان هو ممكن واحنا بناخد العينه يحصل اجهاض او الطفل طلع مصاب. هتحطي الاب والام امام قرار صعب ان احنا لازم نعمل اجهاض. في طريقه تانية انهم يلجأوا لسكة تانية خالص، اللي هي وسائل الإخصاب المساعد،
الاي في اف او اطفال الانابيب فيها نسبة تحكم اكبر او اعلى. اللي بيحصل ان احنا اطفال الانابيب بعد ما الجنين بيتكون في الحضانة في اليوم الثالث بيوصل لثمان خلايا، بناخد خلية ونحللها ضد شوف فيها عيوب جينية عيوب كروموزومية اي عيوب وراثية، بنستبعد الاجنة المصابة وننقل الاجنة السليمة فقط. انا عندي فرصة ان انا اجيب طفل سليم تماما، بس هي الطريقة دي عيبها الوحيد انها غالية، تكلفة طبعا مش كل الناس عندها القدرة المادية على ده. طيب على اي حال احنا هنستكمل نقاشنا، لكن كاميرا الخلاصة الحقيقة نزلت وصورت داخل مركز علاج الامراض الوراثية بالمركز القومي للبحوث، نشوف مع حضراتكم التقرير، نطلع لفاصل وبعد نرجع مرة تانية نكمل حديثنا مع ضيوفنا.